يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سماحة الشيخ حياكم الله. حياكم الله. أحببت أخذ من وقت جنابكم نصف دقيقة. من أين مكانكم تتصلوا إن شاء الله؟ أنا من مصر يا شيخ محمد، من مصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. من مصر؟ نعم نعم، ومتابعين لجنابكم. أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا بكم إن شاء الله. يا شيخ، أين كان محل تواجد أمير المؤمنين عليه السلام لحظة الهجوم على الدار وكسر ضلع الزهراء؟ أمير المؤمنين في هذه الفترة كان مقيد برسالة، وهذه الرسالة رسالة التقية، رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان متحفظا بها. أما أمير المؤمنين لو كان موجودا في البيت لم يعتد على الزهراء في فترة. إيه ده، هو ما كانش في البيت يا شيخ؟ الزهراء كانت وحيدة، والقوم استغلوا وحدة الزهراء عليه السلام فدخلوا إلى الدار. لا يا شيخ، انت لعل حضرتك لم تقرأ ما جاء في كتاب سليم بن قيس. يا شيخ، الإمام علي كان في الدار في الداخل، وبعد أن قتلوها دخلوا وقالوا. لا، احنا في كتاب الصدوق لم يحضره الفقيه يتكلم قضية المؤمنين، وفي كتاب الشيخ المفيد نعم هم هكذا يذكر ان كان خارج الدار. طيب يا شيخ، انا في ايدي الان كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، ويعتبر قرأته كله بفضل الله. فين قال ان هو كان خارج الدار؟ موجود عندنا موجود في المصادر، عندنا موجود في المصادر بالشيخ الصدوق والشيخ المفيد. واعلموا اني فاطمة مسجدة حوالي 10 أجزاء. طيب يا شيخ، أنا هتنازل معك، يبقى سيدنا علي سلام الله عليه ما كانش موجود في الدار. طب هل كان يعلم أن هما يفعلوا ذلك في فاطمة؟ هو يعلم الغيب؟ لا. كان يعلم؟ لا، لو كان أمير المؤمنين موجود لم يأتوا ولم يدخلوا ولم يكسروا الباب أو يحرقوا الباب أو يضربوا ضلع الزهراء صلوات الله. يا شيخ إزاي يا شيخ، ما هما مش قادوه قهرا كالجمل المخشوش للبيعة؟ مش هم قادوا للبيعة كالجمل المخشوش كما قال محمد بكر المجلسي، ووضعوا الحبل الأسود في رقبته كما قال السيد الكزويني أيضا؟ أنا أعتذر، الصوت مو واضح. لا الصوت واضح يا شيخ، هم جروه للبيعة، ألم يعني يجعلوا يبايع قهرا؟ لا، أذكى كان أبو بكر وعمر في البيعات. نعم، أبو بكر وعمر جعلوا علي يبايع قهرا، جروه للبيعة ووضعوا الحبل الأسود في رقبته. لا، هذه رزية الخميس، إنما أمير المؤمنين لم يبايع. يعني علي بن أبي طالب لم يبايع أبو بكر ولم يبايع عمر؟ لا، لم يبايع. حتى قالوا له اجلس في الدار، وجلس 20 سنة أمير المؤمنين في الدار. يا خبر بيه، إقامة جبرية. يعني أقاموا إقامة جبرية 20 سنة خلوه في داره محبوس؟ نعم. بالله عليك يا شيخ، أنت مش مكسوف؟ بالله عليك مش مكسوف؟ إقامة جبرية يعني أجبروه. طب ما لو كان موجود بقى مع الزهراء، أنا هتنازل معه إن ما كانش موجود معاه في البيت، كانوا عملوا فيه إيه؟ قالوا له أنت مش عايز تبايع، خليك قاعد هنا 20 سنة، نحكم عليك إقامة جبرية 20 سنة في بيتك. يعني ما كانش بيطلع من البيت خالص، كان محبوس. بالله عليك، ده حيدر القرار يا شيخ؟ ده علي ابن أبي طالب. يا شيخ اسمح لي أبين لك حياة أمير المؤمنين عند ممات الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. تفضل، سمعك أكمل. رسول الله أعطى الوصايا الكاملة، قال يا علي إن بعد موتي يهجمون عليك هجمة واحدة، ويكسرون ضلع، سيكسرون ضلع فاطمة، ويغزون الدار، ويحرقون الباب، ويجلسونك في الدار، ويجعلون عليك إقامة جبرية، وحافظ على وصيتي يا رسول الله يا علي، فلا تذهب بهم ولا تقتلهم ولا تحاربهم، فإن هؤلاء اجتمعوا واجتمع الباطل على الحق. أعوذ بالله، النبي بيأمر بيقول له يا علي هيكسروا بيتك ويضربوا زوجتك وهيحبسوك في البيت وهيقعدوك 20 سنة إقامة جبرية، وهيسكتوا جنينك أمام
امام الناس ومع ذلك ويختصم فرج ابنتك عياذا بالله، ذاك فرج غصبناه، وانت عليك يا علي ان انت تبقى ان انت تقعد في بيتك ما تقاتلهمش. بالله عليك النبي هيأمر بكده يا شيخ؟ بالله عليك الحواديت دي موجودة يا شيخ؟ فلهذا اعتبر امير المؤمنين صلى الله عليه. يا شيخ اول حاجة لأبين لك تناقض كلام حضرتك، لأبين لك هذا الكذب، اول حاجة انت عندك في كتاب الاحتجاج للطبراسي صفحة 53 طبعة النجف الاشرف قال: ثم تناول علي بن ابي طالب يد ابا بكر فبايعه الله اعلم بقى بايعه تقية زي ما انتم بتقولوا ولا لا، بل الصدوق روى في الخصال ايضا ذلك. فلماذا يا شيخ انتم تقولون انه لم يبايع؟ تنازلت معه إقامة جبرية 20 سنة ويقتل زوجته ويسكت جنينه ومع ذلك يسكت ليحافظ على إيه؟ لا يا شيخ لو كان أمير المؤمنين موجود في الدار في فترة الزهراء لم يعتدوا على الدار، إنهم كانوا يخافوا من أمير المؤمنين ويعلمون منه علي قاتل عمر بن ود العامري الذي كان به رسول الله قال به كلمته المشهورة: اليوم اكتمل الدين واليوم انتصر دين الإسلام بضربة علي في الخندق. يا شيخ أنا الأول جبت لك مبايعة علي من كتب الشيعة هوت لأبو بكر، ده رقم واحد. رقم اثنين علي حيدر القرار ده عندنا، لكن عندكم ليس بقوي يا شيخ، عندكم جرة للبيع كالجمل المخشوش، عندكم اختصف فرج ابنتي، عندكم قصروا دلع زوجتي ولم ينتقم لزوجتي، عندكم قتلوا ابنه ولم يأخذ القصاص في ابنه محسن الذي قتل أمام الرجال، عندكم ذهب المبايع قعد 20 سنة إقامة جبرية كما أنت تقول، ولكن الرواية بتقول 25 سنة مش 20 سنة على ما أذكر، 20 سنة إقامة جبرية في البيت، ما تتحركش يا علي، خليك قاعد في البيت، إياك تطلع. قوي فين بس يا شيخ مع 6 النقاط اللي أنا قلت لك عليهم بيهم يا شيخ؟ والله يا شيخ حرام عليك، أنا لو دخلت البيت عندك الآن وضربت زوجتك بمفك في دماغها وبعدين قمت ساقط جنينها أمامك وقمت ضارب بنتك، هتيجي تقول لي أنا هسكت عشان أحافظ على الوحدة ما بين السنة والشيعة؟ بالله عليك في دين يقول ذلك يا شيخ؟ سكت لي يا شيخ محمد، الخط مفتوح. أسمع. طيب يا شيخ محمد بالله عليك دعك من دين الإمامية، والله فهو من صنع البشر. يا شيخ محمد أنتم تقلدون المراجع، والله لا تقلدون آل البيت، هذه الروايات المكذوبة اللي قالها القمي والمجلسي والقليني ونعمة الله الجزائرية ومحمد فايد الكاشاني كل دول ويوسف البحراني وهاشم البحراني، كل هؤلاء كذب يكذبون على آل البيت ورب الكعبة، دعك من دين الإمامية وعليك بمذهب أهل السنة والجماعة، مذهب النفس المطمئنة يا شيخ. انت وين جالس حاليا؟ انا جالس في بيت ابويا يا شيخ، يعني بالله عليك مش وقت، يعني فين جالس وقاعد واقف؟ انا اريدك انك تتبرأ من دين الاماميه قبل ان تموت يا شيخ. انت في مصر؟ نعم في مصر يا شيخ، وامامي الان المكتبه الشيعيه لو عايز نفتح لك اي كتاب. دعك من دين الاماميه يا شيخ، فكر جيدا يا شيخ محمد بهذا الاتصال. من اي لك صورة من هذا رجل الدين محمد؟ معلش انا عامل كده علشان اتصل وادعوكم للاسلام يا شيخ، لعل الله يهديكم على يدي ان شاء الله. يا شيخ محمد دعك من دين الامامية ووعد انك تفكر في الكلام اللي انا قلته لك يا شيخ محمد. ماشي يا شيخ؟ عندنا كتب موجودة موثقة مصادر يا شيخ، كتب موثقة ليه؟ تعال الكتاب الكافي، تعال الكتاب الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني، لمحمد ابن يعقوب الكليني رفض ان يعرض كتاب الكافي على السفراء الاربعة، لمحمد ابن يعقوب الكليني اطال السند لجعفر الصادق. يذكر بها الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني، ويذكرها الشيخ مرتضى السيد مرتضى. يا شيخ محمد ما بين في كتاب الكافي فيه اكتر من 16,000 رواية، ما بين محمد بن يعقوب الكليني وما بين جعفر الصادق اكتر من 100 سنة، حوالي 123 سنة، ليه روى فقط عن جعفر الصادق ولم يروى عن الائمة التي بعته ولم يروى عن المهدي، ولماذا لم يعرض كتابه على السفراء الاربعة؟ ليه اطال الاسناد وروى عن جعفر الصادق فقط حوالي 123 سنة؟ يا شيخ والله هؤلاء كذب اخترعوا هذا الدين الامامية، أنت تب إلى الله، هتسأل يوم القيامة عن عوام الشيعة الذين يستمعون إليك والله هتسأل عنهم، فأنت تب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الدين الوثني اللي بيدعو إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، واخترعوا عقائد باطلة الإمامة والعصمة والرجعة والتقية كلها عقائد مخالفة للقرآن، لا يوجد آية محكمة من القرآن على أي عقيدة خلفتم فيها المسلمين. تسنن يا شيخ محمد والله وانجو بنفسك.
هسه انت اليوم على المذهب الجعفري الان؟ انا سني من اهل السنة والجماعة، احب جعفر الصادق، ولا اقول ان جعفر الصادق قال كما قال محمد بن يعقوب الكليني الناس جميعهم اولاد زنا او اولاد بغايا ما خلا شيعتنا، لا اقول كما قال جعفر الصادق كذبا عليه في كتاب الكافي ان يجب رد السلام في من لا يحضره الفقيه، ان يجب رد السلام في الصلاه، لا اقول كما قال جعفر الصادق البدع التي قلتها عن جعفر الصادق والادعيه الشركيه في الزيارات ثم تنكب الى القبر وتقول يا مولاي اتيتك خائفا فامني واتيتك مستجيرا فاجرني، يرويها محمد بكر المجلسي عن جعفر الصادق عياذا بالله بيامر بعباده غير الله. يا اخي انت اليوم تؤمن بالمذهب الجعفري؟ لا هذا مذهب وثني، هذا دين الاول، انت ده ليس مذهب ده دين، انت عندك كتاب الصدوق اسمه اعتقادات في دين الإمامية، نعمة الله الجزائرية في الأنوار النعمانية بيقول حقية في نور دين الإمامية، ومحمد بكر المجلسي ذكر لفظ دين الإمامية، فسألني أولا هل أنت تؤمن بدين الإمامية؟ لا تقول المذهب لأنه ليس مذهب بل دين، وعلماءك الذين يقولون ذلك. أنتم مصر الدولة الفاطمية كنتم سابقا؟ نعم بفضل الله جاءت الدولة الفاطمية بنت الأزهر ثم طردناها لأنه دين وثني يا شيخ، والآن بفضل الله نحن على مذهب أهل السنة والجماعة. انجو بنفسك يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فالله سبحانه وتعالى أعد جنات للمهاجرين والأنصار، ومحمد بن يعقوب الكلاني بيقول الناس كلهم المهاجرين والأنصار كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، الله سبحانه وتعالى أعد جنات لمن اتبع المهاجرين والأنصار يا شيخ والذين اتبعوهم بإحسان، وأنتم تقولون لا نتبعهم بل نتبع المراجع والمعممين، يا شيخ محمد أنجو بنفسك من النار ودعك من دين الإمامية والله. مالك يا شيخ رحت فين؟ مالك يا شيخ انت اغمى عليك يا شيخ محمد؟ جات لك سكتة قلبية؟ اغلق الخط وهرب كالعادة. يا ترى هل سيتسنن هذا المعمم ويفكر في هذا الكلام الذي قلناه له؟ نسأل الله ان يهديه، وكما يرى هو يعلم انه على باطل، فلعل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديه الى نور مذهب النفس المطمئنة وترك دين الإمامية الاثني عشرية المخالف بالقرآن. كان معكم شيخ الشيعة المعمم الشيعي محمد الفياض.